تحية طيبة مشاهدينا الكرام. بعد تعيينه رئيسا للحكومة سعد الدين العثماني في أول اختبار له في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب بخصوص السياسة العامة للحكومة في مختلف القطاعات الحكومية، محوران رئيسيان تم تخصيصهما لهذه الجلسة: تخليق الحياة العامة وأفاق الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب في إفريقيا في ظل الزيارات الملكية للعديد من دول القارة وعودة المغرب إلى مؤسسته القارية، إجراءات الحكومة ومعها الأحزاب السياسية في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وكذا دورهما في صيانة مكاسب المغرب والدفاع عن قضاياه العادلة وأشياء أخرى. كلها نقاط سنناقشها مع ضيفي فقرة حوار من قلب البرلمان. ضيفي فقرة حوار من قلب البرلمان الأستاذين سليمان العمراني والأستاذ نور الدين قربال النائبين البرلمانيين. أبدأ معك أستاذ سليمان العمراني بأول محور حول تخليق الحياة العامة، وأبدأ بنقطة الرشوة. تقرير منظمة ترانسبارنسي لهذه السنة صنف المغرب في المرتبة 9 من أصل 176 دولة في مؤشر الرشوة، هذا بالرغم من الاستراتيجية الوطنية اللي وضعتها الحكومة السابقة في سنة 2015. هل كسؤال، هل هذا يعني أن الدولة عجزت عن حصر الفساد الإداري والمالي ومحاربة الرشوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب القول أن الفساد ليس قدرا محتوما. هناك دول بإرادتها الحرة يعني عبأت إجراءات عديدة واستطاعت أن تتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق أو المناطق الحمراء فيما يتعلق بالفساد والرشوة، واليوم تحتل مراتب متقدمة. المشكل هو أننا في المغرب منذ سنوات إلى اليوم الدولة والحكومة تعبئ خطط وبرامج متميزة بطريقة تشاركية متميزة جدا، وترتب آثار مالية معتبرة، لكن الإشكال وأن هذه الاستراتيجية وهذه البرامج على أهميتها لم تستطيع أن توقف النزيف الذي يعرفه الشأن العام وتراجع مراتب المغرب في سلم ملامسة الرشوة. هذه مفارقة غريبة جدا تقتضي من الحكومة أساسا أن تدرسها. لعل الخلل قد يكون في المقاربة، لأن محاربة الفساد ليست شأن خطة يعني جزئية، تقتضي مقاربة شمولية مندمجة يتفاعل فيها المقاربة الإعلامية والثقافية والتربوية والزجرية. الإجراءات الزجرية، هل مشكل الرشوة في المغرب هو مشكل قانوني، مشكل إجراءات زجرية، هو أم مشكل سلوك على اعتبار أن الترسانة القانونية موجودة؟ المشكل أكبر وأعم وأشمل، لأن الفساد هو منطق، هو نظام، هو بنية ممتدة في الزمان ويخترق مجموعة من المؤسسات، هو ثقافي إذا شئنا أن نقول. في ذلك لا يمكن مواجهته بإجراءات معزولة، ينبغي تعبئات إجراءات متعددة ومتداخلة، فيها الزجري من المدخل القانوني أو التشريعي، فيها المؤسساتي، مؤسسات يعني ينبغي أن تنهض بهذه المهمة. على سبيل المثال، البرلمان في الولاية السابقة صادق على قانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من شؤون محاربتها، وهي مؤسسة متقدمة من حيث الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي. اليوم بلادنا محتاجة أن تنصب هذه المؤسسة، لكن تقوم بدور أساسي في وتسهم في محاربة الفساد. إذن هناك إمكانات متعددة جدا، لكن المشكل الأمر يقتضي تعبئة الجميع، الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وأن ينخرط المواطن، لأنه في النهاية هو قلب الرحى في هذا المجهود الوطني المطلوب لمحاربة الفساد. ينبغي اعتماد حملات إعلامية ممتدة دائما مستمرة، لأن الرشوة في النهاية هي ممارسة فاسدة بين طرفين، فالطرفان يجب أن، خصوصا المواطن الذي يعطي الرشوة، فينبغي التأهيل الثقافي والتربوي والأحزاب السياسية، بما أنها هي عماد الحياة السياسية، فينبغي أن تعبئ من
أدوات داخل هيئاتها لتربية النخب التي تولى تدبير الشأن العام المحلي في الجامعة الترابية أو الوطني أن تكرس ثقافة النزاهة داخل صفوفها. نعم، على ذكر الأحزاب السياسية، كاين إشكال ديال تفعيل القوانين الزجرية على أرض الواقع. أنتم كنوا برلمانيين، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب السياسية في تفعيل مثل هذه القوانين؟ الأحزاب السياسية ليس مخول لها أن تفعل القوانين الزجرية، مخول لها أن تربي النخب على قيم المواطنة والنزاهة والقيم يعني والتخليق، أن تعتمد أنظمة لمراقبة صارمة لمنتخبيها محليا ووطنيا التي تتساهل مع الفساد داخلها، لكنها في موقعها المؤسساتي داخل البرلمان وفي الجماعات في البرلمان بالخصوص يمكنها من مدخل مراقبة العمل الحكومي، وما تقوم به وزارة العدل بالخصوص أن تقوم بدور أساسي لمراقبة الحكومة لكي تقوم بالدور المنظوم بها فيما يتعلق بمحاربة الفساد. بطبيعة الحال الزجر هو من اختصاص القضاء، في ذلك يمكن للبرلمان أن يعتمد شريعات متقدمة في هذا الإطار، يمكن أن يقع التواصل مع المؤسسة القضائية للتعرف على ما يقوم به العمل القضائي في مجال محاربة الفساد، ويمكن بعد ذلك للبرلمان أن يطور التشريعات، ويمكن أن يعبئ يعني إجراءات متعددة خصوصا مع السلطة التنفيذية. نعم، أنتقل إلى المحور الثاني المتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية للمغرب تجاه إفريقيا مع الأستاذ نور الدين قربال. يعني كسؤال أولي، لماذا التوجه ديال الدبلوماسية الاقتصادية المغربية تجاه إفريقيا؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن المغرب رغم أنه انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية في 1984 يعني ظل يقيم علاقات ممتدة وعميقة مع الدول الإفريقية. عندما نتحدث عن العلاقة الاقتصادية هذه مقاربة جديدة، لأن قد يحقق الإنسان حضورا دبلوماسيا قويا عن طريق الاقتصاد ما لم يحققه عن طريق السياسة، بالتالي لأن اليوم العالم هو مبني على منظومة الربح ومنظومة المصلحة، فبذلك نرى أن مجموعة من الدول الإفريقية غيرت موقفها، على الأقل لم تعد تناصر خصوم الوحدة الوطنية وظلت في موقف وسط، هذا بسبب العلاقات الاقتصادية الممتدة، وهذا مهم جدا. فالتوجه الذي توجهه المغرب الآن فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية هو توجه اقتصادي، لكن يمكن أن نصطلح عليه بنكهة ثقافية حضارية دينية، بالتالي أن المغرب اليوم هو يعني ثاني دولة في الاستثمار في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. هذا ليس سهلا، هذا مهم جدا نظرا للخصوصيات التي تربط المغرب بهذه الدول. المسألة الثانية هو أن هناك مثلا تراجع كبير أو فشل أو إن صح التعبير على مستوى مثلا بعض الدول ديال الجوار بحال الجزائر بحال وحدة المغرب العربي المغاربي، الآن هذه يعني مصابة بالشلل، فبالتالي لابد أن المغرب نهج منهجا مهما جدا واستراتيجيا وتنويع الشركاء. بالتالي نعم، هذه أستاذ نور الدين قربال، هذا المجهود الذي عمله المغرب في تنويع الشركاء وفي التوسع في إفريقيا، من وجهة نظركم ألا تعتريه بعض التحديات أو بعض الصعوبات؟ طبعا تعتريه بعض التحديات وبعض الصعوبات، لأن أولا الصعوبات التي تعتريه هو أن رغم التقدم التي تحصل يعني الآن حاصل في إفريقيا، هناك مجموعة من الدول التي ما زالت تعيش قلاقل، هناك مشاكل كبيرة متعددة، مثلا مشكل الهجرة، هناك مشكل يعني مشكل يعني إن صح التعبير مشكل الإرهاب، هناك مشكل البنية التحتية ضعيفة جدا، حتى أن هناك تقديرات كبيرة جدا تلزم أن من أجل إرجاع البنية بالإضافة إلى ذلك هناك إشكالات على مستوى الحكامة وعلى مستوى التدبير وعلى مستوى العقلانية في تدبير الموارد. يعني إفريقيا فيها موارد متعددة، فيها موارد جيدة، فيها موارد. نعطيو نموذج المغرب اليوم، المغرب اليوم بخط الأنبوب من نيجيريا إلى المغرب
هذا ليس سهلا، هذا مهم جدا. إقامة مثلا مصانع كبرى في الأسمدة في إثيوبيا هذا مهم جدا. عندنا ثلاثة الأبناك يعني تشتغل في إفريقيا وتسعى إلى إقامة ما نسمي فروع داخل إفريقيا، هذا شيء مهم جدا، لدرجة أن هناك تقريبا 21 أو 22 بنك اللي إما تم اقتناؤه من قبل الأبناك المغربية أو المساهمة فيه. هناك مثلا يمكن تكلموا على الطلبة الذين يأتون إلى المغرب يقدرون بأكثر من 15 يعني هي إنجازات إنجازات مهمة واستراتيجية مكاسب كبيرة حصد المغرب في هذا الاتجاه. من وجهة نظركم ثم كنائب برلماني، ما هي الإجراءات التي تعين على الحكومة العمل بها من أجل صيانة هذا المكسب والدفاع عن قضايا المغرب العادلة من داخل المؤسسات الإفريقية؟ اليوم نحتاج إلى مقاربة شمولية، بمعنى هناك دور كبير جدا يقوده جلالة الملك وهذا معروف جدا على المستوى الإفريقي. الحكومة كذلك قامت بمجهود، المجتمع المدني يقوم بمجهود، المؤسسات المنتخبة تقوم على رأسها البرلمان. إذن نحن ندعو من هذا المنبر إلى التنسيق هذه المجهودات بين المؤسسات العامة، السلطات العامة، وبين المؤسسات المنتخبة، وبين القطاع الخاص. أصبح الدبلوماسي أساسي واستراتيجي، والشركة هي تقوم بالدبلوماسية. وتقدر عدد المقاولات الموجودة الآن في إفريقيا حوالي 1000 مقاولة، هذا ليس سهلا. ثم هناك المجتمع المدني في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية والديمقراطية المواطنة في إطار الحكمة الجيدة. إذن يجب علينا أن نعمل يعني من أجل الصيانة، أولا يعني المصداقية، ثانيا الحكامة، ثالثا أن العمل على قدر الاستطاع، ما عندك هو الذي يمكن أن تقوم به، لا تقوم بشيء يعني أكبر من 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 طاعة من استطاعتك إلى غير ذلك، هذا لا يمكن. أن ثم المتابعة لهذه القضايا. وفي هذا الإطار لا بد من تفعيل كذلك المؤسسات الأخرى، بحال مثلا الآن احنا حاولنا الحمد لله وصلنا رجعنا إلى الاتحاد الإفريقي، وكما قال جلالة الملك في خطاب كلمة معبرة، عدت إلى بيتي. بمعنى العلاقة مع إفريقيا ليست علاقة مادية صرفة، علاقة توازن بين الرأسمال المادي وبين الرأسمال الغير المادي. يجب على البرلمان كذلك أن يقوم بدوره، لأن الآن هناك البرلمان الإفريقي اللي هو عضو، اللي هو جهاز من أجهزة الاتحاد الإفريقي، ويجب أن تتم المسطرة والأجراء لكي نكون حاضرين في هذا البرلمان بصفة رسمية، وخاصة وأن خصوم الوحدة الوطنية موجودون في الاتحاد الإفريقي، موجودون في البرلمان الإفريقي وفي جميع الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي، ولذلك لا بد من العمل على هذه النقطة الأساسية والمهمة جدا. نعم طبعا هذا كان نستثمره في قضيتنا الوطنية، هذه مسألة أساسية واستراتيجية. أستاذ نور الدين قربال، نختم أستاذ سليمان العمراني بخصوص تعزيز قيم النزهة. البرنامج الحكومي تحدث عن مسألة تعزيز النزهة وإصلاح الإدارة، من وجهة نظركم أنتم كنائب برلماني ما هي الإجراءات التي يجب على الحكومة أن تأخذ بها من أجل على الأقل التخفيف من حدة ظاهرة الرشوة، على اعتبار أنه واحد المرض الذي ينخر جسد العديد من المؤسسات العمومية والخاصة كذلك؟ ينبغي القول ابتداء أن الحكومة تستفيد اليوم من مناخ شعبي إيجابي يتعلق باهتمام المواطن اليوم بالسياسة واستعداده أن يسهم في المجهود الوطني لمحاربة الفساد. هذا تأكد خلال الولاية السابقة من خلال ما قام به المواطنون عادة من التبليغ عن جرائم الفساد وأسهموا من هذا الموقع في هذا الأمر. هذا مهم جدا. الحكومة السابقة قامت بإجراءات متميزة في هذا المجال، والحكومة الحالية مطالبة أن تواصل ما بدأته الحكومة السابقة من إصلاحات. أقول أولا الحكومة لها برنامج متميز عبى إجراءات متعددة فيما يتعلق بإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد. اليوم الرهان حسن التنفيذ والتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، لأن قيمة البرامج ليست في البرامج في حد ذاتها، إنما في الآثار التي تنتجه في النهاية التي يعملها كل الفاعلين. ثانيا الحكومة السابقة من أهم ما قامت به
بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمقاربة تشاركية غير مسبوقة ترتب آثار مالية كبيرة على مالية الدولة. في إذن اليوم الرهان هو التتبع الحثيث والصارم لتنفيذ هذه الاتفاقية والاستفادة مما تتيحه هذه الاستراتيجية من إمكانات مؤسساتية. هناك لجنة وطنية ترأسها رئيس الحكومة، في ذلك لا بد من تتبع دقيق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وإلا سنكرر ما وقع في المراحل السابقة. استراتيجيات وبرامج وخطط كانت مهمة لكنها يعني ولدت في النهاية ميتة تقريبا، وهذا الذي يفسر أو بعض ما يفسر هذه المفارقة التي نعيشها بين براعة التخطيط والبرمجة وبين تواضع النتائج. ثالثا، المواطن اليوم متعبئ للإسهام المتواصل في محاربة الفساد، في ذلك ينبغي على الحكومة أن تعبئ الإمكانات الإعلامية والمحاملات والمجتمع المدني لكي يبقى المواطن منخرطا في محاربة الفساد وأن يكون أيضا موضوعا لهذا الإصلاح. ثم رابعا، الموظفون العموميون هم ثروة وطنية، هم ذاكرة الإدارة العمومية، فلذلك الموظفون كموظفين وكمؤسسات ديال إدارة الدولة إذا لم تقوم الحكومة بما يلزم لرفعها إلى مستوى أن تتمثل هذه الاستراتيجيات وهذا النفس الإيجابي التخليقي، أن تكون الإدارة هنا جزءا من الحل، أن تسهم في محاربة الفساد وتحسين علاقة مع الإدارة مع المواطنين مع المقاولة. لا نذهب بعيدا، لأنه إذا أردنا إصلاح فإن الإصلاح يكون بالمصلحين، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. شكرا جزيلا أستاذ سليمان العمري والأستاذ نور الدين قربال النائبين البرلمانيين عن كل هذه التوضيحات. إذا مشاهدينا الكرام، يبقى القضاء على الرشوة ومحاربة الفساد ومع ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان من التحديات الكبرى التي تواجه هذه الحكومة، هذا بالإضافة إلى ورش الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب تجاه إفريقيا من خلال العمل على تعزيز شراكة تضامنية مع القارة السمراء لدفع عجلة التنمية بهذه القارة عبر نموذج تنموي جنوب جنوب قائم على مبدأ رابح رابح، خصوصا وأن المملكة المغربية باتت ثاني أكبر بلد إفريقي مستثمر في إفريقيا. فكيف ستستثمر الحكومة بدورها كل هذه المعطيات لتخليق الحياة العامة، وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها للدفاع عن مكانة المغرب وعن قضاياه العادلة؟ هذا ما سنتعرف عليه في فقرة صدى البرلمان. في أول جلسة للمساءلة الشهرية أمام مجلس النواب التي تمحورت حول تخليق الحياة العامة وآفاق الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب بإفريقيا، وعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بإخراج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى حيز الوجود، وذلك لتفعيل الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها حكومة بن كيران. رئيس الحكومة أكد أن المصادقة على مرسوم اللجنة ستتم في غضون الأسبوعين المقبلين، لتبدأ الحكومة فورا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من خلال الشروع في عقد اجتماعات اللجنة المذكورة. الاستراتيجية الوطنية غادي نقوم من هنا لهاد 10 أيام أو أسبوعين المقبلين بالمصادقة على المرسوم ديال تأسيس أو إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على تطبيق هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية كتهدف إلى محاربة الفساد ومقاومته عن طريق مجموعة المرتكزات اللي فيها الحكامة الجيدة في مختلف المرفق العام إلى آخره. ندققوا ونحترموا القانون، ندققوا القانون، ما نخليوش مجالات فين يدخل الغش ولا يدخل الفساد ولا التلاعب في الصفقات إلى آخره، وهذا تطوير قانوني. أكيد أننا اليوم بصدد موضوع مهم مرتبط بالعلاقة المباشرة ديال الإدارة بالمواطن، واللي هي أصل تنفيذ السياسات العمومية اللي كتقدمها الحكومة. أكيد أننا اليوم كنعتبروا في فريق العدالة والتنمية أن هذا أمر جوهري وأساسي مرتبط بمجموعة من الحقوق والحريات اللي كيعيش بها المواطن بشكل يومي، سواء جزءها المرتبط بما هو سياسي
أو بجزء المرتبط ما هو اقتصادي أو ما هو اجتماعي. وعلى مستوى الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب بإفريقيا، أبرز العثماني أن المغرب انخرط في تأسيس دبلوماسية اقتصادية تعتمد على ربط علاقة شراكة مع بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وفق منطق الربح المشترك، وأن توجه المملكة نحو عمقها الإفريقي لا تحركه دوافع تجارية محضة بقدر ما يهدف إلى خلق فضاء للتعاون من أجل تحقيق تنمية بشرية واقتصادية مستدامة، بحيث بات المغرب يوجه تقريبا 58% من استثماراته الخارجية نحو إفريقيا. هذا الوضع جعله يتبوأ مرتبة الصدارة كأول مستثمر إفريقي في غرب القارة. هذا التوجه هو توجه استراتيجي، لأنه المغرب اليوم كيستثمر في العمق ديالو الإفريقي على أساس على قاعدة ديال رابح رابح، بمعنى أنه هذا التوجه غادي يخدم المغرب وغادي يخدم الدول الإفريقية. طبعا المغرب راكم واحد الخبرة كبيرة في المجال ديال الاستثمار، في المجال الاقتصادي، في واحد العدد ديال المجالات يتقاسموها اليوم مع الأشقاء الأفارقة ديالو، وهذا طبيعي وهذا رجوع للوضع الطبيعي ديال المغرب. يجب الإشارة إلى أن السياسة الدبلوماسية في اتجاه إفريقيا هي سياسة متكاملة تشمل الثقافي والديني والاقتصادي والسياسي. بطبيعة الحال هذه السياسة الدبلوماسية التي حدد جلالة الملك الاستراتيجية ديالها الكبرى لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر جهود الجميع. وتعتبر قوة الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع المغرب ببلدان القارة الإفريقية، وكذا الدور الذي يلعبه كبلد حقق تقدما نموذجيا على جميع المستويات من العوامل التي ساهمت في إشعاع الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب بإفريقيا، بحيث جعلت منه بلدا إفريقيا صاعدا يحتذى به بفضل نجاعة سياساته المتعددة الأبعاد. تبني سياسة جديدة تجاه إفريقيا مكنة المغرب من إعادة صلته بجذوره الإفريقية ومن محاصرات أعداء وحدته الترابية، هذا بالإضافة إلى سياسته الخارجية القائمة على تنويع وتوسيع علاقاته مع الدول الأجنبية التي مكنته من تعزيز دوره الإقليمي وتقوية مكانته الدولية. هذا أيضا مكنه من تعزيز موقفه وطرحه فيما يتعلق بملف قضية وحدته الترابية، خصوصا بعد التصويت الأخير لمجلس الأمن على القرار 2351، وكذا المقاربة الجديدة للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس بخصوص قضية الصحراء المغربية. مشاهدينا الكرام، نمر الآن إلى فقرة أجندة لنتعرف على برنامج الأنشطة التي ستعقدها المؤسسة البرلمانية في غضون الأيام القليلة المقبلة. إذن بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم عين على البرلمان. موعدنا يتجدد في الحلقة القادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.